في محاربة لإلك إعلاميا وغيره، معروف أنه مكلفة جدا المعارك الانتخابية. ما في شك مكلفة جدا، واللي قالوا خي جورج أنا بدي أقول ذات الشيء، أنه نحن كنا بمواقع قادرين نعمل أموال طائلة طائلة، بس كان عندنا خيار بين جيبتنا وكرامتنا، اخترنا كرامتنا وبعدنا لليوم مختارين كرامتنا وعم نعبر عن رأينا. واليوم أنا بتشكرك لأنه سنحصل لنا فرصة نجي نعمل هالمقابلة معك في مساحة للتعبير بما يلزم، وفي أصدقاء لنا صحفيين عم بيحاولوا يزمطونا بعد نشاطاتنا الإعلامية، أكثر من هيك ما في، لأنه كل السياسيين عندهم ما يكفي من الوسائل الإعلامية والإمكانيات ليضلوا مثل ممثلين السينما على التلفزيونات. يعني هذه بدنا قدرتنا أبدا، نحن بنوصل كلمتنا للمواطنين، والقاتل تبعنا إنه هالمواطنين هولي وأحبابنا ورفاقنا بيعرفونا من 35 سنة كيف كنا نحن وياهم، مش بحاجة بس إلا للتذكير إنه نحن مرشحين، وأنا أكيد كل واحد منهم بيعمل ضميره وبيعمل بقصده، لأنه نحن ما عملناهم بأي شيء عاطل، بالعكس كنا قدام. كيف بتشوف حظوظ الكتائب بهالانتخابات هيدي؟ هل بتعتقد من بعد الشيخ بيير جميل الجد صار في انهيار للحزب؟ الله يرحمه، نعم، كان عمود أساسي ومارد مش بس بالكتائب، بتاريخ لبنان. بعد موته حصلت أمور كثيرة، أول شغلة منها إنه إملاء فراغ القائد بيير جميل ما مستحيل. ثاني شغلة الخلافات اللي بلشت تعصف بالحزب بعد وفاته وحب السلطة عند البعض، والانتخابات اللي حصلت بال 86 بين الدكتور سعادي والدكتور كرامي وفوز الدكتور سعادي بالانتخابات وزعل الدكتور كرامي وترك الحزب لغاية من وقت قريب رجع على الحزب باتفاقه الشيخ أمين، ورئيس جميل كان بوقت تضامن معه، فسخ موضوع الوحدة بالحزب، واجت أحداث حرب التحرير والإلغاء وما تبعها أثرت بشكل أو بآخر على أن الكتائب تظل متماسكة ومتراصة. وهذا اليوم اللي عم نطالب فيه إن احنا أنه ما نفوت الإطار للآخر، خلينا نستدرك ونرجع نلملم شملنا ونعمل مراجعة ذاتية لأغلاطنا كلنا سوا، أغلاطنا حتى اللي قاعد ببيته كان مغلط انه قاعد ببيته. ما زال عم نحكي عن اغلاط، في كتار بحملوك مسؤوليه مع فريق رئيس الحزب كريم بكرادوني انك اخذت الحزب الى سوريا وكنت فرع سوريا في لبنان لحزب الكتائب اللبنانيه، وهيدي سمعناها كثير. كمان هيدي ما سمعتها الا من العالم يلي بيوتهم كثير كثير من الاساس. نصيحة للعالم كمكتب سياسي كتائبة عند الرئيس بشار الاسد. اوكي مش رح بنقول لك شيء، رح بقول لك كل شيء. يعني انه هول العالم بيوتهم ازاز، ما يرشوا العالم بحجار، لانه كل هول اللي عم بيحكوا فيك تقول لي من هو منهم ما كان باحضان السوريين؟ من هو منهم ما كان ناسج علاقات شخصيه لإله مش حبا بلبنان ولا حبا بسوريا لحتى يعمل نايب او وزير او لحتى يعمل صفقات؟ نحن اليوم كحزب ما في شك، أنا بالأول لما كان رئيس جميل رئيس جمهورية الانتفاضات اللي صارت عليه كونه على علاقة مع السوريين وعم يتفاوض معهم، صارت عليه انتفاضات من قبل الحزبيين، وأنا كنت رأس حربي بالدفاع عن موقع رئاسة الجمهورية. أنا اليوم هلا دكتور سعادي الله يرحمه توفى، بس كلمة حق تقال لما انتخابات 92 وبعد نداء سيدنا البتراء وتمنيات رئيس جميل والدكتور كرامي وكل الحزبيين انه ما تفوتوا بالانتخابات، نرجع نحن على الحزب وبنرجع بال 2006 نعمل كتله كتائبيه قويه، زلنا عند رايهم. بالوقت كان في كتله 10 12 نايب للكتائب، من بعد ما اخذنا قرار بالمقاطعه نزلوا هنونا بوسونا اكبر المسيح اللي حاله وخلوا. كانت الغايه ضرب الكتائب انه ما تفوت بالانتخابات لحتى ما يطلع لها نواب، وهي كل المطلوب. بس سني زيتون بال 96 شو تغير بين 92 و 96 بمسار الدولة والطائفة؟ هي ذاتها بال 96 كانوا عم يتقتلوا كلهم يلي رفضوا المشاركة بال 92 ليفوتوا بانتخابات 96، كانت مبينة واضحة. برضو أخذناها نزولا عن درب الشارع المسيحي. ثاني شغلة، اثنين وزراء دكتور سعادي ورفيقنا روجيدي وقت توقيع اتفاقية الصداع والأخوة بسوريا،
الوزيرين الوحيدين يلي ما راحوا يمضوا، وبعدهم لليوم السوريين ما غفروا هالغلطه. سقوط الدكتور سعادة بانتخاباته بالمتن، سقوط الاستاذ منير الحاج بانتخاباته بالمتن. كيف بدك تفسر تفجير البيت المركزي يا عمي يلي ما عم اسمع اليوم حدا عم يسال مين فجره، وكانه المطلوب انه كان لازم الكل يروحوا. اضف لها اغتيالات اللي حصلت من فينا سامي ابو جودي بالزلقه ليوسف الحاج بعنت الياس لروب فرشيما لخطف بطس خوان الساعه 10 من قدام بيته بسن الفيل. ايعقل انه واحد على علاقه جيده مع السوري ويصير فيه اللي صار؟ بالعكس، نحن كنا عم نتعاطى مع السوريين من ند للند، ما كنا زاحفين عندهم، والدليل انه ما حدا منا وصل لشيء، بالعكس وصلنا لحيط مسدود بالوقت اللي كانوا عم بيصحفوا بينت اللعب عليهم بالمراكز وبالمال وبالجه. واكثر من هيك، الزياره اللي عم تتفضل تقول عنها للدكتور بشار الاسد، ايه رحنا هنيك بالحديث فينا الاستاذ جورج شاهين، كان معنا هو صحافي وعم بيسجل من قبل رئيس الحزب محضر بالاجتماع، استشار رئيس جميل اليوم، واليوم هو اكيد لازم يكون محضر معهم. انا شخصيا طلبت الكلام وقلت له رئيس بشار الاسد انه باعتمادكم لبعض السياسيين بلبنان هولي عم بيسيئوا لكم ولنا كحزب لرئيس لحود، لانه كتار منهم عم بيعملوا مصلحتهم بمرتبات الغرب يلي عم بحق دولي. العالم عم بيشوف انه هذا وراء شو السوريين، فانا السوريين عن اللي جاي المفروض عم حق هذا الموضوع اكثر من ربي نشوف شو تدابير نسبي. نحن ما كنا مع سوري بفي كلمه الحق كنا نقولها، والنتيجه مثل لك عدد نوصل لحل بينا. ليش اليوم مختصرين مرشحي الكتائب المقربين من رئيس جميل؟ شو انه في انتهاء من المثقفين والمتنوعين واعضاء الحزب يلي صار عشرات السنين عم يطلبوا بها الحزب؟ وينهم هن؟ على الريفنا الاستاذ موريس مؤسسه الهشيم النادر معكمل الاتحاد الحزبي يلي برضه موجود الحزب على اسمه حتى بيقدموا بغير فرق بهالانتباه. فريده